خميس، انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي. انا اصلي انت ايه مالك رمانه؟ بصراحه كده عايزه امشي. تمشي ليه؟ رمانه سعادتك رمت الكل ورا ظهرها عشان خطوه. الدنيا دي ضيقه قوي، كله منفذ على كله. يا بس ايدي عشان ما اقولش. ولسه هتبوس اكتر. اللي تؤمر بيه سعادتك. تحب ان انا ما احبش؟ هي هتجيلك وتطلب شغل، ساعتها اطلب اللي انت عايزه. سعادتك ناوي من امتى يا مالتي بتتدخل في اللي مالكش فيه؟ انا اسف سعادتك، نسيت بعد اذنك. ممكن اتكلم مع سعادتك كلمتين؟ اتفضل يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اختي اتنحنحي ولا اعملي اي حاجه كده، هقطع الخلف. خطر. وانت مالك؟ ولا من امتى بيهمك ان انا زعلانه ولا مش زعلانه؟ يا اختي ما تفكرنيش بالحيزبونه اللي جوه دي، كفايه. يا بت ما حصلش حاجه. في ايه؟ ما انا جوزي دخل عليكي بالغلط، عملت المناظر الوسخه اللي عملتوها لي دي. خلاص اتبطيتي، انزلي بقى من على وداني. عايز تتكلمي معايا في ايه؟ طب تعالي نخش اوضتي احسن، البيت ده مليان ودان. يا خال، تحب تمشي انت كمان؟ وانا عاد ليا راي في حاجه؟ الله 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 الله، ايه الغمان اللي مغمقوا علينا ده؟ دي حفله. بقول لك ايه؟ ما تقوم تشوف لك حاجه كده تبسط روحك. النبي قول لي عملت ايه مع العمروت المشوار الشغل بتاعنا؟ كله متظبط. النوح مش ناوي يعدي الليله من غير ما اكسب. سيبه يزيط يا خال. ولا حاجة. خميس، ما تيجي يا حبيبي نمشي من هنا. ايه مالك يا رمانة؟ ابدا ما فيش يا خال، انا اصلي اتخنقت شوية، حاسة كده ان انا يعني قلبي اتقبض من المكان بصراحة. ومن سمعك والله يا بنتي. ما تهدوا شوية يا اخوانا كده، ايه الغمقان ده؟ اصبروا كده اما يفتح البوفيه ونشوف ايه وناكل لقمة. هو بيفتح الساعة كام؟ شفت بقى انك مش عايز تمشي. بتلف سجارة يا خال. ماشي خلاص، ما دام الدكتور قال لك تسيبك من موضوع الخلفة سيبك منه وركزي معاه شوية، يمكن يجي اليوم كده اللي يطلع لك صوت وتنطقي. يا اختي وهو الخلفة اللي هتمنعه من الجواز يا خايبة؟ ما هو ليها الحرباية اللي بره. مخافيش، دي حرباية عايزة تكوش على الدنيا واللي فيها. عايزة تجوز ابنها وتبسط ابنها وتخلف لابنها واحنا نقعد نتشل هنا. ان شاء الله هتتصالح على عزرائيل وياخدها مننا ونخلص. يا بت هو انت عفشة قوي في موضوع الخلفة ده؟ لا، كلام الدكاترة يا خايبة بيجيب ورا، كلهم بيجيبوا ورا. بس أنا عندي فكرة غير موضوع الدكاترة. أنت هتقولي لهم إنك عايزة تروحي بكرة الصبح للدكتور وقال إيه عايزة تاخديني معاكي. طبعا هما هيستغربوا، عارفين إنك بتكرهيني وما بتطقنيش وتتمني لي. لا لا، انا اقول انت ما تعملي ليش كده. وبعدين لما انا هسمع منهم هقوم قافشه في الكلمه وقال ايه بحبك وعايزه اروح معاكي للدكتور واطمن عليكي. هيقوموا برضو يستغربوا وعارفين ان انا ما بطقكيش والحاجات الحلوه اللي احنا مخبيينها لبعض دي. الا ما تقوليليش
انت مالك رايحه فين؟ هوديكي في حته هيخلوكي فيها حبله بين يوم وليله. بس بقول لك ايه؟ تعملي حسابك كده في كام الف جنيه عشان في شويه حبايب لازم يترش عليهم. انت مالك؟ بكره هتعرفي. ويا خبر النهارده بفلوس. بكره الصبح هيبقى ببلاش. خدي خدي. طهري جوفك. جدع يا وزة. يعني ايه؟ يعني ايه تسافر من غير ما تقولي؟ انا عامله حسابي ان انت تكون معايا الليله. تصدق يا لؤي؟ انت عليك حركات مستفزه. يا ابني ما تخافش، ابويا طمني وقال لي ان هو حل كل حاجه. اقفل. سلام. براء النوح. ده شيء يسعدني يا معلم. انت راجل اللي يناسبك يتشرف بيك، وابنك زينة الشباب. يعني يقرا الفاتحة يا باشا. للأسف انت جيت متأخر شوية يا معلم. فريدة مخطوبة. مخطوبة؟ مخطوبة لمين يا باشا؟ سمي يا حاجة. ايه ده كله يا خميس؟ تمن البضاعة الطاق تلاتة. بس البضاعة لسه ما اتصرفتش، وانت يا دوبك لسه مستلمها. انا اتفقت على تمن البضاعة وبعتها قبل ما استلمها، وخدت تمنها بالكامل، مش نص بقى ولا ربع. لا، وهو ده النظام الجديد، مكسب قبل خسارة. يعني ايه؟ مانيش فاهمة. يعني اللي عايز يشيل يشيل معانا المخاطرة ويخش بقلب جامد، واحنا ونصيبنا، انما هيدفع سعر اقل من اي حد. انما اللي عايز يصبر بقى لحد ما البضاعه تخش السوق وتتصبر وتبقى في الامان براحته برضه، انما هيدفع دبل دول. وانا لقيت اللي يشيل معانا، وادينا كسبنا وفلوسنا في حضننا. عشان كده لعبتها هزار مع النوح، عايز تغلوش على البضاعه المتباعه. لكن علمت عليه صحيح، ابن ضاويه يا واد. كده بقى احنا هنقول للشعبي باي باي. باي باي. ونخش السوق ونرجع امجاد مزاج الخير. اوعى. يا واد. بسم الله يا رمان. بالهنا والشيف شلبي. امرني حاجه ساعه للنجمه بسرعه. اعتبره حصل يا برنس. يلا يا بنات، يلا بروفا مع بوسي على الاستيدج، علشان انتوا كلكم في الرقصه بتحدفوا شمال. اظن كده احنا خالصين. انت كنت ضيف عندي في بيتي، وانا دلوقتي ضيف عندك في محلي. بس انا اكرم منك، ومش هقفل في وشك الباب. الباب اتقفل وصورتي اتشالت يا ملط. انا ماليش في الغصب، وانت اللي اخترت. القصد انا جاي اسالك سؤال واحد قبل ما تسألي وتقولي أي حاجة. اشبكي إيدي في إيدك كده، وشبكة العشرة الكرام دول ومليك عليا حلفان. أنا زعلان منك. مش هنعيد ونزيد، أنا ما بقيتش أكل من الكلام ده. اسمع بس اللي أنا جاي أقولهولك. أموري. الباشا قال لخميس إيه؟
الحاجة الساقعة المتكتكة حصلت لنا البركة. بنريق كمان. ينفع كده؟ احنا حاسين ان احنا في دار مسنين. كلكم بتهدفوا شمال. الناس اللي قاعدة على اليمين تعمل ايه؟ تروحوا؟ يا ماما الإيقاع. تناغم وتناسق مع بعض. بنقول ما بين نارين، لو نار واحدة نخليها ناحية الشمال، نارين يبقى شمال ويمين، من هنا، من هنا، كل الحاجات دي تتشد وتترفع، محل أكل عيش، شلبي. أمرني. اظبط لي الزوايا، باب بين نارين يتذاكر كويس. حاضر حاضر، من عيني. يا نعم يا حاج، شربية بتقول إنك عايزين. قالوا لي إنك هتاخدي كرامة للدكتور. غلبانة، حاسبها يعني تروح للدكتور لوحدها؟ ومن امتى ينبوع الحنان ده يا شو؟ يا خرشي يا حجه، اقرب مش عاجب، ابعد تقولي عليا بالرويه. يا رب اعمل ايه يا رب بس عشان اخليها ترضى عني؟ ماشي يا شو، روحوا بس ما تعوقوش. من عيني. شو؟ نعم. خدي بالك من البيت. خلاص مش قادره، دماغها تنفجر من كتر القرايه. الالم بيزيد في كتفي وفي ظهري ومفيش مسكن نافع. مالك يا بنتي؟ تعبانه؟ هروح عند اهلك الدكتور وهخلي الممرضه تجيب لك مسكن. مسكن ايه؟ ده انا هديك اللي يخليكي حديد. يا ريت، لحسن انا هموت وانام والوجع ما بينيمنيش طول الليل. طب استني بس اني اقفل الباب كويس. ليه؟ احتياطات امنيه. وانتي ناويه تديني ايه؟ مسكن والله. منى انا مش مرتاحه له. بنتي مسكن والله، بس عشان هو رخيص وجامد منعينه عننا. خدي انتي كفايه عليكي نص حبايه. بسرعه شويه قبل ما حد يشوفنا. اسمه ايه ده؟ ترامادول؟ اه. ماليش، مرضيش يريحني. غريبة اللي انا شفت في ايديها، يعني لا دبلة ولا حزنون. وبعدين ازاي خطيبة يا حاج يسيبها في سهرة زي دي؟ خلصت الشاي يا معلم؟ اه، تسلم بيديك. شيليه بالهنا والشفا. انا بقول يعني ازاي خطيبها يسيبها في سهره زي دي تترقص مع كل واحد شويه؟ يا عم اقعد بقى يا عم. اظبط لك الحجر يا حاج. هو شغلك انت؟ اقعد. وادي الحجر. بنت يا سوريا. نعم. ما تيجي يا بنت تظبط الحجر يا بنت. من عيني. بس البنت يا حاج لوز اللوز. ايوه. تفاحه مقشره. هتقولي انا قصدي على فريده، فريده بنت العمروتي. ما انا عارف يا عم انها فريده، فريده بنت العمروتي. عارف البنت دماغها عاليه يا حاج. أيوة. تغيبه قراري. هي عاليه قوي قوي قوي، بس يعني لما انت واد جامد قوي وقاري دماغها مش قادر تميلها بكلمتين وتجيبها على لسانها. مش سهل، صعب قوي. بنتي دي بسبع ارواح ضربت مني السيجاره وقامت هاتك يا راس لغايه ما هدت حيل امي. انا حاسس ان الراجل ده بيلاعبني، بيرقصني عشان ياخدني بقص على سنه. حلاوتك يا معلم في جو مين الشربيني ده اللي هيفصلني من السيجارتين اللي مصطبح بيهم؟ مش بقول لك انك هتفضل طول عمرك حمار؟ حمار حمار، سيبني اقوم بقى عشان عندي مصلحه. خليك مرزوع لغايه ما تشوف لنا صرفه. صرفه في ايه يا حاج؟ انت مش قلت انها خارج بيت؟ اه، أنا خايف يكون بيفكر في اللي في بالي. بالك؟ هو إيه اللي في بالك يا معلم؟ ما تيجي يا بنت يا سوريا اظبط الحجر يا بنت. ما هو عندك يا معلم. الله. اه، الحجر عندي صح. اه. سلامة الشوفة يا معلمة. سمعتي ايه؟ انتي على طول كده ملبشه جدتي يا ست مطر، ما لحقتش اسمع حاجه. يوم ولا حاجه ولا طردتيش كلام ولا اي كلمه؟ لا، بس شكلي كده المعلم نوح منمر على حاجه، بس لسه
تايهه منه. بصي براء في دنيا تانية طبعا بعد الاستباحه كان محتيط. حاجة ايدي اللي منمر عليها؟ يكونش ناوي يجوزه بصحيح؟ مش عارفه، بس وانا ماشيه سمعت كلمه مخطوبه، خفت اقف لحد ما انا يشخط فيا. مخطوبه؟ هي مين دي اللي مخطوبه؟ والنبي ما اعرف، هو ده اللي سمعته. امال انت تعرفي ايه؟ ورقه تكنيله وانت مالكيش لازمه. كل ده مالكيش لازمه. طيب سيبك شيك. وناش عرفني وانا مغسل وده من جنه؟ امال ليه قلت لي ان الجوازه الف بعد الشر مش حتم؟ احساسي ماي فيلينج. هتحاسبيني على الفيلينج يا رمانة؟ يا اخويا ما تعيش عيشه اهلك وتتكلم عدل، انا مش فاهمه حاجه. بقول لك ايه، خميس لو عرف ايته حاجه هقول له ان انت اللي غصبتني. مين قال غصب؟ انا قلت غصب؟ هو قال غصب؟ انت قلت غصب. يا ماما شغلانتنا دي ما فيهاش غصب، هز الوسط لازم يكون بالكيف، وهي دي عيشه اهلي. مالكش فيه، سيبني في حالي بقى، ابوس ايدك. نفسي اعرف انت عامله حساب لافندينا قوي كده ليه؟ هو يعني ما يعرفش بلاوي الكار وعيله بالليل، ولا يكونش خدك من على سجاده صلاه وانا ما اعرفش؟ اشربي اشربي يا نجمه. يعني انتوا مش ناويين تجيبوها البر؟ ما احنا كنا على البر، وانت اللي مديت رجلك في قلب الغريق، وانا عملت ايه؟ جيت عايم لحد عندك ومعايا القشايه، لكن انت اتكبرتي ونفسيتك عليت ورفضت القشايه. ما تورق يا اخويا وتعمل لك قفله. جرى ايه؟ هو الكار ما فيهوش غيري ولا ايه؟ ما انت كبرت صوره صاحبتك وحطيتها على الواجهه، وكل شله يشبه له، طلعنا انا بقى من نافوخك. بكيفي مش بكيفك يا برنسيسه. هابي درينك. هابي فالنتاين. دي مشي يا بنت، بلاش تبقي عامله زي الحرامي الاهبل، عيب كده احنا في الشارع، الناس عماله تبص علينا. انت مالك رايحين فين؟ هو انت مش ماشيه معايا؟ امشي ورايا وخلاص. يو يا بنت خايفه من ايه؟ هو انا خطفاكي؟ هو انت مش عايزه تجيبي عيال علشان تربطي الولايه اللي قاعده لك في البيت دي؟ خلاص انا مودياكي الوحده خلاص الاول، هتخليكي تجيبي عيال للصبح، بس لازم تقولي ان شاء الله. إن شاء الله، يلا بينا. نوفل، نوفل. أيوة يا أستاذ، الجورنان والسندوتشات. قول لي، شايف البيت ده؟ آه، ماله؟ تعرف حد ساكن فيه؟ هنسيب شغلنا بقى ونتجسس على الخل. ما تبطل رغي ورد على قد السؤال. آه، أعرف اللي فيه شقة شقة. بقى شقة فول، قول لي على اللي فيه شقة. أول ما شفتها طالعة هي ومرات خاله العايقة دي عند الست بتاعت الدجل والشعوذة وبسم الله الرحمن الرحيم، جيت جري عشان أبلغك. أنت متأكد زياد إنها مرات أفندينا؟ يعني قطرتهم من تحت البيت لحد ما طلعوا عند الولاية دي؟ أيوة يا ست ماطرة. مراته ومرات خاله. أيوة، هما الاتنين شكلهم كده ولا مؤاخذة بعافية حبتين وطالعين يفكوا عن نفسهم. اسمع ياض، تعرف تجيب لي قرار الولاية دي؟ طبعا نجيب قرارها، هي كيميا يعني. انت قلت لي اسمها ايه؟ حنتومة. عن ايه؟ حنتومة. طب وانتو رنتا؟ ماشي. حنتومة. دي حلوة قوي. ومن ساعتها يا بنتي يا بيسه مش قادره اتلم على نفسي، وما دقتش طعم النوم، مش عارفه اعمل ايه واسوي ايه. انت المره اللي فاتت برضو يا ابله كنت مرعوبه كده، لا افنجينا يعرف، والحمد لله ما حصلش. المره اللي فاتت كوم، والمره دي كوم تاني خالص. الاثنين يعرفوا بعض كويس، يعني خميس هيعرف هيعرف، وبدل ما بيحضر لي فرحي هيحضر لي كفن. والنبي يا ابله انا حاسه ان انت بتهولي الامور، والعمروتي ده ايه مصلحته في كل ده؟ ده راجل صاحب مزاج، لا ليه في الوش ولا في اللبش، ولو كان عايز يخربها عليكي كان خربها يوم الحفله. المالت مفيش اوسخ منه، وعشان يشغلني لحسابه ممكن يعمل اي حاجه. وانت ليه يا اختي ما قلتيش لافنجينا بدل ما تروحي للمالت يبيع ويشتري فيكي ابن الدايخه ده؟ استحاله يا بت، خميس ده لو عارف انا ممكن اموت نفسي، اصل انت مش عارفه اللي بيني وبينه. افنجينا ده دنيتي اللي انا متشعلقه بيها وقافشه في ديلها العمر كله. انت بتتكلم عن مين بالظبط؟ خميس ابو سنه اللي عرفتك عليه. افتكرته، بس ما ركزتش معاه. ماله بقى؟ ايه رايك فيه؟ وانا اعرفه منين عشان اقول لك رايي فيه؟
أنا بقالي ساعة بكلمك عنه. بس ده كان في واحدة في الحفلة لازقة فيه، يعني ما كانش مركز مع حد غيرها. الله، ما أنت مركزة، هو عارفة كل حاجة. أنت عايز إيه بالظبط يا عمروتي؟ في دماغي مشروع، بروجكت، مصلحة. مشروع جواز تاني؟ يا حبيبتي أي جواز بيبقى مشروع. مش عايزك تفكري في الجواز بطريقة رومانسية وتقليدية. أثبت لك إن الجواز مشروع. لو مفيش جواز، بتوع فساتين الفرح والبدل والبابيونات هيبيعوا لمين؟ بتوع العفش هيبيعوا لمين؟ بتوع الشقق والكومباوندز هيبيعوا لمين؟ بس بس بس. لا مش بس، لأن بعد كده بيخلفوا، فبتوع البزازات بيبيعوا لهم، وبتوع لبن الأطفال بيبيعوا لهم، وبتوع لعب الأطفال بيبيعوا لهم. ده المشروع الوحيد اللي حلال، لا غبار عليه. طول عمرك عندك رد يا عمروتي. شكل الحكايه لعبت في دماغك يا ست المطر. من غير لت وعجن جاوبي على السؤال. يا اختي براحة عليا شويه، انا باخد ودي معاكي في الكلام. يا اختي لا تاخدي ولا تدي. قوليلي الولايه اللي بتحكي عنها دي تعرفيها منين؟ انا الصراحه يعني ما اعرفهاش، بس في واحده حكت لي عليها قبل ما اجي اشتغل عندكم. يا بنت انطقي يا بنت، اسمها ايه؟ والنبي ما اعرف اسمها ايه، بس انا يعني ممكن اتقص لك واجي اقول لك. ماشي اتقصي، اعرفي اسمها ايه وساكنه فين. مش بقولك الحكايه عجبتك ولعبت في نافوخك؟ خرب بيت دور خالتي اللتاتة اللي انت عايشه فيه ده. يلا بنت امشي روحي شوفي شغل. يوه، وانا بعمل كل ده ليه؟ مش عشان خاطر مصلحتك؟ انا عايزه اريحك. اه يا سفله يا واطيه، مش يا بنت غوري. ام سفله قوي، وفي احلى منها. شكلها قربت قوي وهيحصل. انت جيتي؟ كنت لسه هكلمك. واقفه بقيت مستنيه من بدري. طب يلا. جاهز؟ اه، اركني عربيتك دي في اي حته وتعالي اركبي معايا. لا استنى، العيال قاعدين على النار ما تبعدش بيا، وبعدين انا خلاص دماغي فصلت. ما تخافيش، يكون في معلومك. انا بقالي سنين ما عملتش الحكايه دي. ايه دي؟ ان يعني قديل لحد. بس يلا، كل يهون عشان خاطر عيونك انت قمر. فاكس قوي يا معلم براء الجو ده. معلم ايه؟ بياقة. بياقة؟ عسل قوي بياقة دي. طب حس كده بقى. يا كبي. يلا. ياي. خش يا حبيبتي. اوعي تقعي مني هنا كمان. احنا كنا فين؟ احنا كنا عند الدكتور. اوعي تنسي. خير؟ مالها ست كرامة كفر لها الشر؟ مالها يا ولية؟ ما هي كويسة اهي. وقعت مني في الشارع واحنا رايحين للدكتور، اداها حقنه وقال انها لازم ترتاح شويه. كل ده عند الدكتور؟ ايه، ما هي لما وقعت عند الدكتور اضطر يحط لها جلوكوز. جلو ايه؟ جلوكوز. طب والختمه الشريفه ان هو ده اللي حصل بالظبط؟ وقال لكم ايه الدكتور بقى من الصبح لغايه بالليل؟ قال ان هي لازم ترتاح شويه وتاخد الدواء وقرط على انها ترتاح. طب يا اختي خديها الأوضة عشان ترتاح. حاضر. إيدك معايا يلا يا شربية. يا عيني على اللي نابك. يا عيني على اللي نابك. هاتي إيدك يا حبيبتي. يا لهوي، ده جدتها متلجة. وطي صوتك، أنت عايزاها تفتح لنا المحكمة هنا؟ وطي صوتها، هي معقولة تكون واحد من نفسها كده؟ أنت مال أهلك؟ يعني إيه مال أهلي؟ هي متلزقة يعني؟ خشي. خش، دخلت أهو. مصر يعني تعزمني على واحد كوكتيل شعبي من بتوعك برضه؟ مش مريحني انت النهارده يا باشا.
قال له ليه؟ مش دي الخلطة بتاعتك؟ واحد كوكتيل شعبي على حجرين وبعدين تيجي أم سامة تروق الأناني. الخلطة اللي أنا عملتها هي اللي أنا علمتها لك دي. اضرب يا باشا اضرب وعيني. على فكرة أنا في كل ده لقيت حاجة تخصك. إيه يا باشا اللي يخصني؟ في أوضة شبه الأوض اللي عند أم سامية وسرير يشبه السرير اللي هناك وليلة تشبه الليلة دي رمانة خانتك يا خميس. كلام يا باشا اللي أنت بتقوله ده خانتك معايا. معاك يعني إيه؟ بس أنا ما كنتش أعرفك، هي اللي كانت تعرفك. بس بعد معرفتك ما يصحش ما اقولكش، وخصوصا لما جالي خبر ان انت عايز تتجوزها. تتجوزها ليه لما هي من ابو بلاش؟ مالك يا أبلة في إيه؟ نفسي هفتني على الرمان، قلت أفرط لحبيتين، بلاش. البت دي خدتك وروحتوا على فين؟ ما تكدبيش عليا، وما تقوليليش عند الدكتور، انطقي، روحتوا فين؟ زار عند حنتومة. يا سلام، ومن امتى هي عايزة مصلحتك؟ ومن امتى بتحبك الحب ده كله؟ وانتي ما قلتليش ليه قبل ما تروحي مكان زي ده؟ هي فهمتك كده؟ فهمتك انه هيتجوز عليكي عشان كده خدتك في مكان زي ده؟ انا قلتلك كده علشان مصلحتك مش عشان تروحي مكان زي ده. قلتلك كده علشان تخلفي حته عيل يشيل اسمه، واذا كان الزار بيجيب فايده كنت جبتلك الزار لغايه هنا، مش عشان تخرجي بره وتلطينا واحنا لسه بنقول يا هادي في اكل عيشنا. خمدي دلوقتي ولما يجي جوز التانية أنا ليا كلام معاه. افتحي الباب. اللي انت بتهببه ده دخلك في مشاكل كتير. وليه بقى الجو الغميق ده؟ ده انا حتى قلت اجي افتح معاكي سكه جديده. ما تاخذنيش يا مزه، اصل انا عارف ان انا سابق عندك، عشان كده لو كنت اخترت اي سكه ما كنتش هتفتحي لي باب. انا المره اللي فاتت ما قلتش لخميس. ولا هتقولي المره دي كمان. انت عايز مني يا براء؟ قولنا جايين نفتح صفحة جديدة. اقعدي يا بت اقعدي.
تاخذنيش رمانه معلش. اصل انا لما بشرب الهباب ده ما بشوفش قدامي، بتعمي، بضبش زي ما بيقولوا. بص يا براءة، انا سكتك ماليش فيها، سيبني في حالي. اشمعنى قفشه في دي الخميس؟ خميس؟ ايوه خميس افندينا. حلوه السكه بتاعته؟ عجباك يا هاوي؟ يكون في علمك افندينا خلاص راح، زمن ولا اللي جاي بتاع براءة، براءة النوح، قبض الروح. بس انا جاي لك النهارده عشان افتح معاكي سكه جديده، هحط ايدي في ايدك يا رمانه وهفتح لك طاقه القدر اللي لو طلتي منها هتشمي هوا الدنيا كله. اما بقى لو سدتيها في وشي هتعيشي عمرك كله في اوضه ضلمه معفنه لغايه ما تفتصي وريحتك تطلع. انجز يا براءة، هات من الاخر، انت عايز ايه؟ اهو كده الكلام يا حلاوه. شوفي يا بنت الناس، في مصلحه بينا هنقسمها مع بعضينا. انت هتجيب لي اخبار خميس اول باول، وانا هديك 10 أضعاف اللي بتاخده من شغلك من غير ما ايد تلمسك ولا عين تعريكي. شفتي بقى براءة؟ براءة ازاي؟ انت بتحلم يا براءة، مش هيحصل. قشطة، نكملها احلام لغاية ما تقلب عليك الكوابيس. حلو، انت عايز ايه بس؟ انا معرفش ايتها حاجة. عارفة كتير وهتعرفي اللي اكتر. طب ما انت دلوقتي كبير السوق، عايز ايه تاني؟ انا هستناكي تيجي تبخي لي البقين اللي انا عايزهم منك، وعلى قد اللي هتقوليه هتاخدي اللي تستاهليه. على فكره براءة بيعرض العرض مره واحده بس، مره واحده، والعرض التاني بنقفل، بنشطب الاوكازيون وبيظهر وش تاني البراءة. انا بقى مش عايزك تشوفيه. سلام يا مزة. جرجروني يا الله، يخرب بيتك يخرب بيتك يا بيه. ايه ده يا ابله؟ يكونوا رجعوا تاني؟ اوعي تفتح. براءة ابن النوح كان بيعمل ايه هنا؟ جرى ايه يا خميس؟ انت بتشك فيا على اخر الزمن؟ وانت بتعملي معايا انا كده؟ اسمعني بس يا خميس. سامي سامي سامي، الطرفة المقفولة دي بتاعت مين؟ بتاعت مين دي؟ اهدى يا خميس وانا هفهمك على كل حاجة. هي تتخبي فيها؟ عاملة حسابك على كل حاجة؟ انت فاكراني ايه يا بنت؟ انا خميس افندينا، مش انا اللي اتضحك عليا. رجالة وشنبات اتدفنوا في مكانهم قبل ما يفكروا يعملوها. يا خميس ارحمني، انت بتعمل فيا كده ليه؟ اكيد حد من الاوساخ لعب في دماغك وفهمك حاجة. انا والله والمصحف ما عملت حاجة. والعمود
واللي بينكم ده كان ايه؟ العمروتي الزبالة ولاد الكلب بيوقعوا بينا. الزبالة ولاد الكلب. انت بنت فاكرين عيل بريالة؟ مش انا اللي على اخر الزمن حريمي يطلطوا اللقطة دي، ولا واحدة زيك انت تضحك عليا. انت لو كنت اتجوزتني ولفتني في بيت ما كانش ده بقى حالي، انما انت سبتني غرقانة في وحل البرك ما فكرتش تشيلي منه. جاي دلوقتي تلوم عليا انا؟ ما تلومش عليا، لوم على نفسك انت. مش عايز اشوف وشك ولو صدفه.